صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديده، ورمضان مبارك سعيد باش ما تنسوا ان شاء الله، وكاع داكشي الزوين اللي كيجي معاه. غادي ندير لكم واحد الفيديو خصوصا على تطيح الوزن في رمضان، لحقاش شي حاجه اللي نقدروا نديروها، وبيان سور شي حاجه اللي نقدروا يكون عندنا واحد النتائج اللي هما زوينين. خاصنا فقط نتبعوا واحد النصائح اللي هما مزيانين، واحد لي غايد، ونديروا اتونسيون لاليمونطاسيون ديالنا. مي سافو با دير خاصنا ناكلو يعني ما خصناش ناكلو ولا ناكلو فريمون دي كونتيتي اللي هما صغيرين بزاف ولا شي حاجه. المهم اليوم انا غادي نشارك معكم 24 ساعه معايا اشنو كناكل في رمضان، لي زونطريمون، فوقاش خاصكم ترينيو، علاش خاصكم ترينيو قبل ولا من بعد. المهم غادي نشرح لكم كل شيء. اول حاجه غادي نديرها غادي نمشي نتقضى، وبقاو معايا اليوم فلوغ 24 ساعه لبغيتو طيحوا الوزن. الي سي بارتي. رجعت للدار غادي نوريكم دابا لي كورس اللي خديتهم. كما كتشوفوني ديجا لابسه التوني ديالي، لحقاش غادي نوريكم لي كورس. من بعد غادي نطيب الفطور باش يكون واجد، غندير واحد لا سيونس دو سبور على حساب الكليانات ديالي، لحقاش كنوجد ليهم لي سيونس اون افونس. وغادي نوريكم دابا شنو خديت. هذه هي التقضيه اللي خديت. غادي نبداو بلي غلوسيد لي فيكولون. انا عندي هنايا لي لونتي كوراي، هادو على حساب لا سوب. عندي هنايا النخاله، هنايا عندي نوا دو كوكو، عندي هنا الجنجلان، زريعه الكتان، لا فارين كومبليت، فارين نورمال. فوالا هنا خديت هاد لي غاليت دو ري، بغيت ندير هاد لي غولو هادو. ensuite لي فروي خديت لي ميرتي، خديت المانغو، خديت اناناس، هاد سيترون فير، خديت هاد القرعة الحمراء. المهم كي كونسيرن لي بروتيين خديت صدر ديال الدجاج، خديت لي ستيك، موتزاريلا، سوريمي بور لا سالاد. هنا عندي لو فروماج بلون، كثريه كناخدو في الوقت ديال السحور. هنا عندي دي فوي سيك كما كتشوفوا، هنا عندي البرقوق، عندي هنايا لي زابريكو، اي فوالا الهريسه ضروري. هنا عندي لا سالاد والورقه ديال البسطيله، الا بغيت ندير مره مره شي بسطيله، مي بيان سور في الفران. اوي نسيت هذا لو سيرو ديغابل، كنديرو بحال هكا فوق لو فروماج بلون، و سي كومون دو سوكر ناتوريل. كما كتشوفوا هنايا سيرو ديغابل 100%، دونك ما فيهش سكر زايد ولا شي حاجه. دونك فوالا فوالا، دابا غادي نوريكم العشاء اللي غادي نطيبو. باردون ماشي العشاء، الفطور. اوكي دابا اول حاجه غادي نديرها غادي نصاوب لا سوب. غادي ندير العدس هنايا، هنايا عندي بصله، عندي قرعه خضراء، وعندي شويه ديال الربيع. ندير شويه ديال الملحه، وغادي نخلي هادشي يطيب تقريبا واحد نص ساعه. دابا البنات غادي نبدا نوجد الخليط ديال لي تاكوز ولا ديال لي كريب بالدقيق الكامل. كما كتشوفوا درت جوج ديال الزلافات ديال الدقيق الكامل، غادي نزيد عليهم كذلك جوج ديال المعالق ديال النخاله. مهم بزاف البنات كنصحكم يعني، اون بلوس فريمون اون ريسيب تري فاسيل، ما كتحسش يعني نعجنوها بيدينا، سهله بزاف. غادي نزيد شويه ديال الملحه على حسب الذوق، وغادي نستعمل كذلك لوريغون، الزعتر مهم بزاف، عنده واحد كيعطي واحد البنه لاباط. غادي ندير ان ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، ومعلقه ديال زيت الزيتون. فوالا البنات هذا هو الخليط اللي درت، سهل بزاف كما كتشوفوا. غادي نزيد عليه 500 مليلتر ديال الماء، خاص ضروري العجينه تكون خفيفه شويه باش لي تاكوز كيجيو خفاف وما كيجيوش مدقسين وغلاط.
دابا غادي نوجد واحد العصير زوين بزاف كيجي منعش وخفيف. كما كتشوفوا غادي ندير نص خياره بالقشور ديالها لحقاش مهم بزاف. عندي هنا تقريبا واحد اترو ديال الماء. غادي نزيد كذلك واحد شويه ديال النعناع يكون طري كنقطعوها كطريفات صغار هو اللي كيعطي داك الكوتي فخيل العصير. من بعد غادي نزيد نص حامضه خضراء على حسب الفيتامين. ومن بعد غادي نزيد واحد الليمونه غادي نعصرها مزيان. وغادي نزيد واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، غادي نزيد واحد لا كابسول ديال فيتامين سي اللي غادي ندوبها في العصير. اونسويت غادي نطحن كلشي. كنصحكم تزيدوا لا فيتامين سي لحقاش كتعطي واحد الطاقه مزيانه صوتو النهار كله حنا صايمين، ويعني لو كور ديالنا اي مونك دو فيتامين. كما كتشوفوا هذا هو الريزولتا فينال، كيجي فريمون واحد العصير اللي زوين بزاف واللي مهم هو خفيف. دابا غادي نبدا نوجد العماره ديال لي تاكوس. كما كتشوفوا درت واحد شويه ديال الزبده، قطعت واحد البصله رقيقه وزدتها عليهم. من بعد غادي نزيد تقريبا واحد 250 300 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، كنخلطهم مزيان كنخليهم يتشحروا واحد شويه. ومن بعد كنزيد واحد شويه ديال الربيع لي زيبيس عاوتاني على حسب الذوق ديالكم. انا كنزيد شويه ديال الربيع، شويه ديال الثومه، شويه ديال الابزار مليحه. من بعد ما الصدر ديال الدجاج تقلى واحد شويه مع البصله كنزيد الخضره. ما كنزيدهاش في الاول لحقاش غادي تطلق الماء على الدجاج وما تعطيش الوقت فين يتقلى واحد شويه. كنخلط واحد شي شويه. كما كتشوفوا غادي نزيد واحد شويه ديال الصوص سوجا، كتعجبني بزاف نزيدها هكايا فاش كندير العماره ديال البريواس ولا ديال لي تاكوس، كتعطي واحد البنه ام تي بو كومون دير سا اكزوتيك وشويه ديفيرونت على يعني لي زيبيس لي مولفين كنديروهم حنا. دابا غادي نعمر لي تاكوس. كما كتشوفوا قطعت ديجا موتزاريلا، كنفضل الموتزاريلا على لي زوطخ فخوماج لحقاش ما فيهاش لدان بزاف وكتجي بنينه فاش كتذوب. انتم غادي تشوفوا معايا هاد لي تاكوس، فريمون البنات كنصحكم ديروهم، جاو زوينين بزاف خفاف ودغيا كيتطواو وما كيتقسموش. انتم غادي تشوفوا عاوتاني الطويه كديروا اللي بغيتو، سواء كتقسموها على النص كديروا يعني مثلث ولا كديروا هكا افورم دو تاكوس. ولا انا كندير هاد الزده هادي يعني بحال اللي كيديروا لي تاكوس باش في لا كويسون فاش كطيبوهم ما كيتحلوش. دونك فوالا هذا هو لي ريزولتا فينال. ساليت لا سيونس، صافي سخفت عييت حيت خربات وقت الفطور. ديجا 20h39 وحنا عندنا الفطور 20h26، دونك دابا ديجا راني فت الوقت ديال الفطور. ديك الساعه كنحس بشويه ديال العيا. مي المهم غادي نمشي نفطر، غادي نوريكم الفطور ديالي. لا سيونس كانت زوينه بزاف، سورتو قبل الفطور كتحسوا بواحد العيا، مي كتعرفوا راسكم واحد العيا زوين باسكو كتعرفوا بلا كتكون كتحرقوا لا غريس، كتمشيو يعني فريمون لو كور ديالكم منين كيستعمل داك الطاقه كياخذها فريمون من لي غريس ديالكم اللي كيكونوا عندنا في لو ستوك. المهم سخفانه، غادي نخليكم دابايا وغادي نوريكم لو غوبا ديالي. اول حاجه كنديرها باش نفرق الصيام، عندي هنا العصير اللي صاوبت كما كتشوفوا هذاك الكويرات مصاوبهم بالتمر وباللوز. دابا ندير لكم قريبا لا فيديو ديالهم، بنين بزاف وكيعطيو بزاف ديال الطاقه بزاف ديال الانرجي. عندي واحد البرقوقه حتى هي وكنستنى تقريبا واحد 15 20 دقيقه عاد كنفطر. فوالا البنات هذا هو الفطور ديالي. عندي هنا لا سوب ديال العدس لي لونتي كوراي، جات بنينه بزاف البنات كنصحكم تصوبوها والله الا زوينه. كما كتشوفوا لي تاكوس انا سخنتهم، الموتزاريلا دابت واحد شويه، انتم غادي تشوفوا معايا لو ريزولتا فينال. فريمون البنات بنينين بزاف وشي حاجه اللي مصاوبينها حنا في الدار يعني ما فيهاش لي دام، سي با شي حاجه اللي فريمون تري غرا. قبل ما نمشي للناس غادي نوجد السحور باش يكون واجد. كما كتشوفوا هنا عندي الفواكه، عندي فرماج بلون اللي نستعمل تقريبا واحد 150 غرام، عندي التمر كيعجبني هذا حيت كيكون كبير وزوين، عندي هنايا بور دو كاكاوات سبتة ديال الكاوكاو ما فيها لا زيت لا حتى حاجه. كما كتشوفوا كنزيد الفواكه على لو فرماج بلون، عندي هنا لي ميرتي زيت المانجو جيت شويه ديال فروي دو لا باسيون وشويه ديال التمر. من بعد غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال بور دو كاكاوات. فوالا كما كتشوفوا يعني فريمون سحور اللي هو كامل، فيه كلشي، فيه دي بروتين، فيه دي فروي، فيه دي غلوسيد، فيه دي بون غرا، شي حاجه اللي تعاونني باش نشد لا جورني ولكن بلا ما تثقلني وتخليني نحس بالعطش.
تيماشتو معايا، انا وجدت السحور ديالي قبل باش هكايا نقدر فاش نفيق مع السحور نعرف راسي شنو غادي ناكل وما يكونش غالب عليا النعاس ناكل اي حاجه ولا ما ناكل حتى شي حاجه. المهم البنات كيما شفتوا معايا اليوم انا وريتكم ثلاثه ديال لي زيتاب، يعني ثلاثه ديال الوجبات اللي هما مهمين بزاف باش نقدروا نطيحوا الوزن في رمضان. اول حاجه يعني خاصنا نفطروا، نقسموا الفطور بشي حاجه اللي تكون هي شويه حلوه وتعطينا شويه ديال الطاقه. نمشيو هكايا نستنى واحد 15 دقيقه 20 دقيقه بالنسبه لي انايا، يعني كنمشي نصلي كنرجع كيكون هذاك الشيء دار بحال قلتو واحد ليفي في لو كور ديالي، كيكون طلع لي شويه السكر في الدم. دونك دو كونسيكونس شنو كندير فاش كناكل لو غوبا برينسيبال ديالي، كنكون ديجا يعني لو كور ديالي عطيتو شويه ديال الانرجي، دونك سكي في كو كناكل نص ديال داك الشيء اللي نورمالمون غادي ناكلو. دونك كيما شفتو معايا اول حاجه كليتها هو هذاك لي بتيت بولات ديال التمر، دابا ندير لكم لا غوسيت في يوتيوب ان شاء الله. شربت ليا كاس ديال العصير، المهم خليت ليكم لي غوسيت وداكشي. ومن بعد تسنيت واحد شويه بديت بالفطور ديالي، يعني انا ديما الفطور عزيز عليا يكون فيه منوع، يكون بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعاونوا الجسم ديالي يعني باش نقدر نطيح الوزن، مي او ميم طون يكون عندي دو لينيرجي. دونك كيما شفت درت هذيك لا سوب ديال العدس لونتي كوراي، فيها بزاف ديال لي بروتيين فيتامين مغنيسيوم ولو فير، فريمون اللي تري تري ريش. كيما شفتوا عاوتاني درت هذيك لي تاكوس، درتهم انايا افيك لا فارين كومبليت. لحقاش علاش لافارين كومبليت؟ لحقاش فيها بزاف ديال لي فيبر مزيانين للجسم ديالنا وكيعاوننا كذلك باش تكون عندنا واحد لا ديجيستيون. المهم البنات هذا هو السيستم اللي كنمشي عليه انا وكذلك الكليينات ديالي، يعني كنعطيهم واحد البروغرام سبيسيال رمضان ديال 30 يوم باش يقدروا يطيحوا الوزن. لحقاش في رمضان قلتها لكم في انستغرام غادي نعاود نقولها لكم، عندكم 30 يوم فين فريمون تقدروا تعطيو لهم ماكسيموم ديالكم، تقدروا تطيحوا بزاف ديال الوزن. ما نقول لكم تقريبا يعني كل واحد الجسم ديالنا ديالو، دونك جو بي با نقول لكم طيحي 10 كيلو في رمضان، مي مينيموم 5 كيلو 6 7 كيلو سي بوسيبل، عاوتاني سا ديبون الجسم ديالك. جو با دير بلوس، تقول لي سي تخوف في شهر واحد، دونك اون فاغيسي اونتر 5 اي 7 كيلو بار موا سي بوسيبل مع رمضان. اي اونسويت يفو اونتروتونيغ، يعني غنقول لكم ابخي كومون فيغ. البنات اللي باغا طيح الوزن في رمضان تجي عندي في الانستغرام ديالي ولا تكتب لي لتحت في الميل lazarcoaching.com، غادي نخليه لكم لتحت. انا درت واحد دو بروغرام سبيسيال رمضان 30 جور، دونك راه باقي الوقت الا بغيتو اونكور تضعفو تعطيو لو ماكسيموم ديالكم وتوجدو راسكم للصيف. درت ان بروغرام اليمونتيغ ديال رمضان اللي ماشي شي حاجه اللي فريمون ستريكت ولا لي صعيب بزاف، يعني سي كلكو شوز لاي واحد يقدر يتبعو، يفو جوست ريسبكتي لي ريغل. هذه اول حاجه اللي في البروغرام ديالي. ثاني حاجه لي تري تري امبورطون هي الرياضه، وغادي نهضر لكم عليها دابا. الرياضه علاش مهمه؟ لحقاش ديجا لو كور ديالنا كيحرق بلا ما نديرو ليه حتى شي حاجه، نهار كله حنايا صايمين فورسيمون كيحرق. اون بلوس الا زدنا ان سيونس دو سبور دو 30 مينوت با بلوس 30 مينوت وحنايا صايمين، ça va vraiment faire la différence, ça va vous aider encore بحال قلتو غادير لكم لو 50% دو بلوس ديال الخدمه اللي نتوما كديروها ا كوتي دو لاليمونطاسيون. دونك عندكم 3 فاصون دو فير لو سبور، سا ديبون، يعني الا كنتو فريمون تري 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 فاتيغي وما تقدروش ترينيو قبل الفطور سي با غراف، غادي ديروه من بعد الفطور، يعني تاكلوا شي حاجه خفيفه بحال تاكلوا التمر واحد الكاس ديال العصير وتسنى واحد 20 دقيقه وترينيو، ومن بعد تاكلوا الفطور ديالكم. لا كنتو مزياني فريمون كتحسوا بواحد شويه ديال الطاقه، كنصحكم فريمون ساعه قبل من الفطور يلا يعني ديروا لو سيونس ديالكم، يكون الفطور موجود تفطروا، و سي تري تري براتيك اوسي سي تري ايفيكاس. لحقاش الجسم ديالكم ما عنده حتى شي حاجه، دونك كيمشي فورسيمون كياخذ لكم لا غريس اللي في لو ستوك ديال الكور ديالنا. ثالثيام شو اللي عندكم هو قبل من السحور، ما خصكم تكون فريمون ديك النوع اللي كيفيقوا في الصباح واللي عندهم الطاقه وداكشي. انا بحال الصباح في السحور كنفيق ضايخه باغا عاد ناكل ورجع الناس. وي البنات قبل ما نسى بغيت نجاوبكم على واحد الاسئله كتسولوني عليها بزاف في انستغرام، ودابا غادي نعطيكم واحد لا ريبونس كوليكتيف. كتسولوني على هاد لا مونتر كونيكتي اللي انا ديما دايراها، كتنفعني بزاف لحقاش كنقدر يعني نعرف بها لي كالوري اللي كان ديبونسي بار جور. فاش كندير ان انترينمون كنعرف لي كالوري شحال درتهم، كنعرف الدقات ديال القلب ديالي، يعني سي تري تري امبورطون. لو سومي حتى هو النعاس، واش كنعس مزيان ولا لا، يعني كتكالكولي اي حاجه تري تري بريسي. يا هادي انا عندي جوج، عندي هاد الكحله هادي وكنبغي نبدل عندي هاد لا روز، يعني سون تري تري براتيك، كيبقاو يعني يقدر يبقاو حتى سيمانه افيك لا شارج، كتشارجيوهم في الليل كديروها. دونك فوالا البنات اللي بغيتوها غادي نخلي لكم تحت لو ليان ديال لو سيت اللي كناخذ منه انايا، كناخذ منه حتى الحوايج ديال الرياضه المكانات، المهم ليفريزون غراتويت، ليفريزون ا بو بري رابيد، عندكم اونتر 6 اي 7 جوغ عندكم ليفريزون حتى في المغرب. دونك غادي نخلي لكم، غادي نخلي لكم كذلك لو كود برومو ريم 10. مهم بروفيتي لي في لو كنتو باغيين تشريو شي حاجه.
دابا البنات غادي نوريكم السيت اللي كنتقدم منه مودا شيك بوين فيغ، فيه بزاف ديال الحوايج، فيه تاليغان الا بغيتو، فيه الحوايج ديال السبور، اي حاجه. غنوريكم المكانه اللي خديتها. كنمشيو للمونتر، مونتر كونيكتي، هانتوما هاد لا روزيه اللي خديت انا، دايرو 39.99. كنديرو اجوتي او بانيي، باسي على كيس. هانتوما فاش كتدخلوا لو كود برومو ديالي غيم 10 كيدير لكم لا ريدكسيون ديال ناقص 3 أورو 99 سنتيم. دونك فوالا 36 أورو. صافي كتدخلوا لي كوردوني ديالكم هنايا، عندكم ان سويفي، ليفريزون غراتوي. فلوغ الاول ديال رمضان الساله شاركته معكم اليوم، كنصحكم تتبعوا هاد النصائح اللي عطيتكم وغادي تلقاو نتائج فعاله بزاف. المهم اجيو عندي الانستغرام ولا فيسبوك الا بغيتو نصائح، بغيتو تهضروا معايا، بغيتو اي حاجه مرحبا بكم. الا كنتو باقيين جداد وكتفرجوا في هاد الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا لي واحد اللايك، تابوني باش يبقى وصلكم الجديد. اي فوالا فوالا، غادي نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. كنتمنى لكم واحد رمضان مبارك سعيد، اي على بروشين.